بسم الله الرحمن الرحيم. باسم المنتدى للحي الجديد، أنا أعطي واحد الكلمة حول أنشطة أسبوع الحي الجديد الأول. هذا النشاط المتميز، هذا النشاط المتميز هو في الحقيقة إبراز للمواهب التي يزخر بها الحي الجديد، ونتعهد على أنفسنا بأن تكون في السنوات المقبلة أنشطة وإبراز للمواهب أكثر فأكثر. نشكر كل الفعاليات التي ساهمت في هذا الأسبوع الثقافي الأول للحي الجديد، وكذلك تضافر الجهود لأبناء الحي سواء بالداخل أو بالمهجر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.